ضي قمرنا اليوم مشع ومنور وجود الصوت الدافئ أصيل هميم. أصيل مرحبا مرة ثانية. مرحبتين بيك. وشلون علاقتك ويا الشاي؟ والله بس ويا جماعة الأهل أحب، والصبح بالريوق بس. يلا احنا مهلك. بس برمضان لا، شاي قهوة حلو. تسلم إيدك، شكرا. صحتي. قلبك. والمحابس عندك فكرة علي لعبتها قبل؟ لا والله. يلا نلعب. سوي لي شغلة جديدة بحياتك. يلا. بسم الله. يمين؟ هاي مو يمين، هاي يسار. يسار؟ إي. طيب. منا؟ إي. حلو. فن وصحافة وأعمال. البدايات بصعوبتها بس بها حلاوة كبيرة، كيف كانت البداية؟ بداياتي كانت كلش صعبة، خاصة إنه إحنا معروف عندنا بالعراق شوية إحنا مجتمع محافظ، إنه تطلع البنية أو تصير فنانة أو تغني عندنا شغلة كانت يعني عيب أو ما يصير، هذا اللي إحنا تربينا عليه. بس الوالد تربينا ما شاء الله علي. فنان كبير. صحيح. وملحن كبير. يعني والوالدة أيضا كذلك. يعني هو بالوسط ومع هذا كان رافض قطعي. قطعي يعني ما كنت أتوقع بيوم من الأيام إنه راح يقبل إنه أنا أدخل للوسط الفني. بس اصلا بعد ما وصلت اللي انا وصلت له يعني الحمد لله، اقول لو انا متزوجه وعندي بنيه ما راح اخلي بنتي تدخل وسط، لانه متعب يعني متعب يعني فعلا. كان يعني امي او ابويا لهم حق لما كانوا يقولوا لي طريق مو سهل واحنا نخاف عليك واحنا كذا، بس يعني الحمد لله اللي وصلت له هسه اهلي كلش فخورين بي. واحنا ايضا كنا فخورين بجنابك. انت ردت تغيرين اسمك؟ بداياتي لما كنت ويا راشد الماجد. نعم. اول ما يعني هو اكتشف صوتي قرر انه يلغي اسم اصيل يسميني اسم روعه. نعم. ومشي علي هذا الاسم. كان اول عمل طلعت به هو مسلسل جنون الليل. نزل التتر باسم روعه. بس وليش بعد هل هذا العلاقه باصيل ابو بكر سالم؟ لا ولا لا، هو حب من باب التغيير، قال لي في أصالة نصري، في أصيل أبو بكر. نعم. فخلين نبعد هذا الاسم يعني حتى ما يصير لغط. بعد ما نزل التايتل باسم روعة فكرت، قلت لا أريد اسمي الحقيقي. نعم. وفعلا يعني أصريت تلاحقتي يعني. إيه تلاحقت من الأول. جميل. شرب الشاي يعني ما أريد اسمي رجع أصيل هميم وهو الأجمل أكيد. هل تدخل الوالد في أسلوب وطبيعة الأغاني اللي تغنيها؟ لا، بالبداية بالعكس هو كان حيل يشجعني، خاصة أنه مثل ما أنت قلت هو فنان وذوق جداً للفن.